السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحة، يا ربي تكونوا على خير. الأحوال ديالكم طيبة؟ فرحانة أنني أخيرا غادي ننزل لكم فيديو. أول حاجة بديت بها هو أنني بدلت داك بابي أديزيف اللي كنت دايرة للطبلة لأن كان لونه لا علاقة، ومن بعد ما لقيت داك الشفاف درته. بالنسبة اليوم غادي نبداو أول تحضيرات العيد بالنسبة لي. أنا عرفت راسي تعطلت، بديت بالمجورة لأنه أكثر بلاصة ترونات في هذا رمضان. شكون بحالي البنات، تلمو كنهز ونحط نهز ونحط، دونك داكشي مرون. خديت هاد القريعات من ايكيا. هادو البنات الغلاقات ديالهم راه ديما كتسولوني وكنجاوبكم في لي فيديو، الغلاقات ديالهم راه ماشي اينوكس، راه بلاستيك ولكن اللون ديالو بحال اينوكس، يعني راه ما تيخسروش. صراحه خديتهم انا وخدهم بزاف البنات وما عمرهم تشكاو منهم، زوينين بزاف والثمن ديالهم رخيص. دونك غسلتهم بشويه ديال الخل والماء دافي وسائل الغسيل اكيد. من بعد غندوز للمجرى الثاني ديال المعالق. المجوره بجوج بالضبط، خدمو بزاف في رمضان، كان خصني ننظف ونمسح. ودابا غادي نحاول نقاد الديكور الفوقاني. حاولت انني نزيد هاد الكرادات اللي هما النص الرخام زائد نص ديال الخشب، كنت خديتهم من اسواق السلام وشاركت معكم الثمن وكلشي في الفيديو اللي فات. وغادي نحاول نعمر هادو، اخيرا كتب ليهم انهم يعمروا. درت الملح زائد البزار، جوج الحوايج اللي كنبغيهم يكونوا قراب. اما بالنسبه لهادي فغادي نحاول ندير فيها بعض الاعشاب اللي حتى هي كنبغيها تكون قريبه وكنبغي نسم بها، بحال مثلا ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الازير، وكذلك الدنيا. غنحط كذلك القرعه ديال زيت الزيتون والقرعه ديال الزيت العاديه، وبهذا غادي نكون عطيت الروح لهاد البلاصه. الحمد لله، صراحه الشكل ديالها دابا عاد كيجيني احسن. صافي، واقيلا غادي نخلي غير الجرانيت، ما غنبدلش لان فريمون جاني زوين هاد الايام. مهم، راكم عارفين يا عشاقه وملاله، ولكن فكره البابي اديزيف بالضبط هذاك اللي درت ما غاديش نبقى نعاود نديرو لانه فريمون خلى لي الريحه ديال الكوزينه خايبه. غادي نبدل كذلك داك المجر ديال الجميلات، غادي ندير هادو اللي خديت من بيم. ما نقدر نقول لكم عليهم حتى حاجه، الشكل ديالهم زوين ولكن راه مازال ما خدمتهمش، غير نخدمهم ونعطيكم الراي ديالي عليهم. بالنسبه للثمن وداكشي ديالهم راني كنت شاركته قبل في لا فيديو ديال المشتريات. وبهذا غادي ننظم كذلك المجر التحتاني اللي غادي ندير فيه دوك لي مول اللي خديت ديال الكاطو. لي مول ديال لي كاطو البنات انا جربتهم، تبارك الله ما شاء الله عليهم، زوينين ما كيلصقوش وما تيحرقوش، وفريمون تقال هادوك نقدر نهضر عليهم. دابا قبل ما غادي نكمل التنظيف ديالي غادي ندير بيتزا دغيا دغيا، ما غاديش نشعل عليها، غادي غير نعمرها قرب الاذان وديك الساعه نشعل عليها. راكم عارفين كثره الملاهيه مع الشقه مع المسيح تقدر تنساي راسك ويأذن عليك وما تلقاي ما تحطي. دونك عتقت راسي بهاد البيتزا السريعه، حاجه اللي كندير فيها وماكرهتكمش تجربوها البنات. اي بيتزا درتي كما كان النوع ديالها، قطعي طريفات ديال البصله رقاق، ما طيبيهم حتى شي حاجه وحطيهم فوق لاصوص طوماط، ومن بعد عمريها باش ما بغيتي، بالكفته بالطون بلا دانت اللي عندك، ولا غير الفرماج بوحديته، ولا غير هكايا دي ليغوم عندك صوطيهم وحطيهم فوق، عاتي كتجي بنينه بزاف. بالنسبه الى درتي الكفته بحالي، ما طيبيش الكفته مزيان، طيبيها تقريبا شويه لانك غديريها في الفران وغادي تطيب اكثر، وراكم عارفين الكفته من كطيب بزاف كتعود خايبه. الفران سولتوني عليه بزاف هذا البنات، لقيته انا في الدار ما شريتوش، يعني ما عندي عليه حتى شي فكره، ولكن لا كاليتي ديالو واعره اي لا مارك راه هي زانوسي. بعد ما نشفوا لي القراعي خليتهم ينشفوا، مشيت كنقضي الاغراض لان ما بغيتش نضيع الوقت ديال المسيح، حتى هو كياخذ الوقت، دونك خليتهم حتى نشفوا على خاطرهم، ومن بعد غادي نعمر
كل حاجه بلاصتها. صراحه المنظر ديالهم زوين، وخصوصا فاش حطيتهم في المجار حسيت بواحد الراحه نفسيه. ما عرفتش راكم بحالي ولا لا، فاش كتكون عندكم شي قرعه خاويه كيضركم راسكم خصكم ضروري تعمروها، وفاش كتساليو التنظيم ديال شي بلاصه بالقراعي عامرين ولا شي حاجه كتبقاو اشاك فوا تحلو تسدو ديك البلاصه. انا صراحه كتجرى ليا، ما عرفتش راكم بحالي ولا لا. دابا بعد ما ساليت كل حاجه بلاصتها خرجت قديت داكشي اللي غيخصني في الحلوه. عاتو انا كنشوف دابا في التقطيه كنحطها وكنقول هي انت غادي نصاوب هاد الحلوه يا ربي يكون العيد نهار الجمعه. صراحه ما كرهتش يكون العيد نهار الجمعه لان باقا باغا نصاوب الحلوه. الا كتابو كان غدا مرحبا به، فيه الخير. غادي نضطر انني نسهر اليوم ونصاوبه. خديت حوايج بساط، غادي نصاوب حوايج بساط وسهلين، وكي كتشوفوا ما خديتش شي حاجه كثيره، يعني بساط زوينين واقتصاديين. والبنات الحاد قالت لي الا كنتو صوبتو شي كاطو صدقات لكم زوينه بارطاجيو معنا الوصفه في لي كومونتير، ما عرفتو يكونوا عندي القوام ديالها نجربها ونرد عليكم. غادي نحط كل حاجه بلاصتها. بالنسبه لهاد الصندوق البنات انا كنخليه ديما خاوي، يعني فاش كنجيب شي حاجه اللي خصني نخدم هذيك الساعه ما كندير ليهاش بلاصتها في لي رونجمون، كنديرها في هذا الصندوق وبهكا كيبقى ليا الكوزينه منظمه. دابا غادي نحاول نرجع الدقيق الابيض الفينو وكذلك السميده الرقيقه لانهم سالاو ليا. كنت كندير واحد الغلط شحال هادي العجز اللي كان فيا، كنت ديما كنخوي جديد فوق القديم، فهذا غلط كبير ما تعكزيش لانك غتصدقي خاسره التقضيه ديالك كامله. جيبي هكايا شي حاجه اللي تخوي فيها القديم، خوي جديد وعاد ديري فوق القديم. بالنسبه لهاد البلاط الصغيرين راه كنت خديتهم شحال هادي من سي بريكولاج، الثمن ديالهم 15 درهم، كنت شاركتهم معكم في لي ستوري. البنات ما كرهتش تجيو عندي الانستغرام لانه والله الا كندوزو فيه اوقات زوينين. البنات ماتوا بالضحك عليا في هذا رمضان، كل شويه طالع عليهم بستوري البنات راني تقهرت في غسيل المواعن لان فريمون قهروني المواعن. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو مهمه، الريحه الخايبه عرفتوا فين كتكون؟ كتكون الفوق. عرفتوا فين جيت كنمسح هاد الشيء الفوقاني الريحه ديال الماكله تقريبا كتجمع كل الفوق. واليوم مع قلت لكم دايره التنظيف النيت ديال الكوزينه قلت غنمسح حتى داك الفوق، وخدمت هاد البرودوي اللي قلت لكم خديت من البيم ديال ابي سي، الثمن ديالو راه قلت لكم كيدير يمكن شي 14 درهم. الريحه ديالو راه ما مزعجاش، ولكن اللي كنت شاركت معكم شحال هادي حسن في لاكاليتي، غير هو ريحته مجهده، هذا ما ريحتوش مجهده ريحته زوينه. دونك حاولت انني نمسح به الفوق، مسحت به الخشب، مسحت به كل شيء. زوين ماشي زوين بزاف وماشي خايب، زوين باش نكون معكم صريحه. راكم عارفين اي حاجه كنخدمها الا وكنعطيكم عليها الراي ديالي الصريح. دونك غادي نمسح كاع الخشب اللي عندي، غنمشي للقنيتات اللي ما كنقدروش نوصلوا ليهم وتما غنمسحهم. بالنسبه للماشينه لافي البنات انا ما مسحتهاش بداك البرودوي ابي سي، مسحتها بالاكي اس اللي هو ديال بيم اللي ديال الزاج، هو اللي غنمسح به الماشينه لافي والثلاجه حيت ما عنديش ممسخين بزاف وكتعجبني ديك اللمعه اللي كيخلي الاكي اس. حاجه اخرى بالنسبه للتنظيف ديال الماشينه لافي اليوم غادي ننظفها من الداخل، سوف كما غنديرش الطريقه اللي موالفه كنشارك معكم، غندير لافاج اللي عندي في الماشينه لافي اللي كينظف راسو براسو. كنت شاركت معكم الطريقه شحال هادي بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش البروغرام ديال نيتواياج د لاكوف. راه غادي نخلي لك الفيديو كيفاش نظفت الماشينه لافي. الا كانت عندك راه كديري غير الخل البيكربونات، تقدري ما ديريهمش كاع ولكن انا كنبغي نديرهم كيعقموا، وكندير نقيطه ديال زيت الاساس لان الريحه ديال الخل ما كتعجبنيش تبقى لاصقه في الماشينه لافي. ومن بعد غادي نمشي لذاك البروغرام وغادي نديرو اللي هو نيتواياج دو لاكوف، وغنخليه دور الماشينه لافي على راحتها كتغسل كتعقم مزيان وبلا تماره بلا حتى شي حاجه.
هتلاحظوا انني مشيت للقنيتات ديال الماشينه لافي، مشيت للقنيتات كذلك، غادي نمشي للبلاصه اللي صعيبه اننا نوصلوا ليها في الثلاجه. اكيد غادي نمسح الثلاجه بنفس البرودوي اللي قلت لكم ديال الزجاج. هاد القضيه اللي كنديرها ديال انني كنمسح القنيتات راه كنديرها تقريبا مره في الاسبوع، داكشي علاش غادي تلاحظوا ما كاينش عندي الوسخ بزاف. ساليت كلشي، شطبت الارض، ودابا غندوز باش غادي نجففها. هادي البنات اللي ختيت صراحه رحمه ديال سيدي ربي، نتوما قلتوا لي نقول لكم الراي ديالي عليها بصراحه. البنات زوينه، غير هي حاجه واحده اللي بغيت نقول لك، فاش كدوزي التجفيفه بيها راه كيبقى بحال اللي راكي مدوزه جفاف، يعني ما كيكونش ناشف بحال الكراطه. خصك ديما تحلي الشرجم او الباب ديالك وتخليها دقيقه عاد كتنشف، ولكن التعقيم والحاجه واخا تكون الطبعه كيما بغات تكون كتحيد. والبنات راكم عارفين، راه نتوما عندكم فرصه تكون عندكم، ما عليك غير تشاركي في المسابقه. راه غنخلي لك الشروط وكل شيء في صندوق الوصف. دابا غادي نحط الطبيله ديالنا بعد ما شعلنا على بيتزا. وحاجه اخرى اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد الصالاد سهله مهله، لان راكم عارفين اخر ايام ديال رمضان كتعودي باغا تحطي اي حاجه، وكتعودي ناقصه حتى الماء. انا حطيت كاس كاس، قلت لايوب هذا الكاس غنشربوا فيه الماء والعصير، بدا بالماء وابخي ديال العصير، لان الحمد لله دوزت حقي ديال غسيل الماعن في هذا رمضان. سلطه البنات درت فيها الخضر اللي عندي واللي كيصلحوا انهم يتكالوا خضرين، درت فيها الطماطم، درت فيها البصله، درت فيها الخيار، درت فيها كذلك الخس، درت فيها الفلفله، يعني اي حاجه كتكال خضراء راني درتها فيها، لان راكم عارفين هاد الايام تعطيناها بزاف المعجنات سيرتو انا. اليوم ما قلت اجي ندير شويه صحي. من بعد غادي نحاول ندير فيها شويه ديال الطون من الفوق، المايس وجلبانه، باش ندير غابيل مع داكشي اللي وجدت ديال الروز. بيتزا وجدات، قطعتها وحطيتها، وكان هذا هو فطورنا. درت شي حاجه سريعه وبسيطه لان النهار كامل داز ليا مع الكوزينه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم في امان الله، وان شاء الله ان شاء الله كاينه مفاجاه بزاف، واحد الفيديو يا ربي يا ربي غير يكمل ونشاركه معكم باذن الله. كانت معكم فدوى، خليتكم في امان الله.